في ايه يا فطيم؟ تعالى يا ابو. يا فطيم فهمني بس، جايبني من محل الورد على مالها وش ومش فاهم حاجه. هتفهم كل حاجه بس اقعد يا بونبوني. قعدت يا فطيم. خير اخويا ميشو؟ عامل ايه يا بونبوني؟ اخوك ميشو؟ مك انت يا بونبوني انت، انا عايز اطمن عليه، وبعدين انا متاكد ان انت عارف مكانه. بص يا فطيم، كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ان ميشو زي الفل وفي حته امان، ومش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. الحمد لله ان هو كويس زي الفل. قول لي بقى، هو فين دلوقتي بالظبط؟ سوري، دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اقول لك عليها. وليه بقى ما تقدرش تقول عليه؟ ده انا اخوه، لازم اشوفه واطمن عليه بنفسي يا بونبوني. اولا ما اقدرش اقول لك على مكانه عشان المراقبه اللي تحت البيت دي ممكن تعرف مكانه عن طريقك. تاني حاجه بقى ودي الاهم، ان المعلم سيد الحاوي، ها سيد الحاوي، منبه عليا انا وستيشن ما نقرش على مكانه. حلو قوي، اسمع بقى مني انا يا بونبوني. اول حاجه انا بنفسي هنزل تحت للمراقبه وهقول لهم ان بونبوني يعرف مكان ميشو اخويا. يا نهار اسود. ايوه، وتاني حاجه بقى ودي الاهم يا بونبوني، بعد ما يقبضوا عليك ان شاء الله هطلع انا بنفسي للمعلم سيد وهقول له ان انت اللي بلغت عن ميشو. كده كده فطين ويهون عليك بونبوني حبيبك؟ ايوه ايوه يهون عليا انا. خلاص خلاص، ما بقتش بقى فارقه معايا اي حد، اترفضت من المدرسه وقعدت لكم. هتقول على مكانه يا بونبوني ولا لا؟ ميشو 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 اخويا ميشو، الحمد لله انك بخير. انت ايه اللي جابك؟ اولا بقى ميشو انت وحشتني قوي، ثانيا انا جاي بقى علشان اعترف لك واستريح واخلص وكمان اطمن. تعترف لي بايه؟ فاكر يا ميشو اليوم الاسود اللي احنا اتبادلنا فيه الادوار؟ اخلص. اليوم اللي انت عملت فيه فطين اللي هو انا، وانا ساعتها عملت نفسي ميشو. خلاص يا ميشو ما تنفخش، انا اقول لك اهو، رحت ساعتها بقى وقابلت واحد اسمه عنابي بيه، وكان عايز مني ان انا اسرق له تمثال فرعوني نادر. وما قلتليش ليه؟ ما انا بقى يا ميشو خفت لا اقول لك لحسن تروح تسرق التمثال بجد، ما انا عارفك. تاني حاجه هو هددني بقى ساعتها بالقتل لو اي معلومه عن الموضوع ده طلعت بره يعني، فانا ساعتها خفت عليك علشان انا كنت ساعتها انت. طب وانت ايه اللي خلاك تقول لي دلوقتي؟ سكر زفت الاقرع ده خدني ووداني العنابي بيه تاني، واتريهم بقى يا ميشو هم اللي سرقوا التمثال يوم الحادثه الفظيعه دي من عربيه نقل الاثار، وتاري التمثال اللي سرقوه طلع مزيف، وكان موجود ساعتها بقى معاهم واحد اسمه الدرادو ربنا ياخده، واحده كده اجنبيه كده شكلها تمشي على الحيطه اسمها جيسي، وهددوني ان انا لازم اجيب لهم التمثال الاصلي بيحسبوه معايا. الدرادو؟ ايوه ربنا ياخده، ضربني بالبنيه وكان عايز يضربني بالكرسي في وشي بس انا وطيت، بس الحمد لله. وهددني بقى بالقتل ولازم اجيب له التمثال الاصلي على اساس يعني ان انا ميشو. كله جه مع بعضه يا ميشو، والكل فتح بقه بسن الاكسلام. انا اسف اخويا ميشو ان انا سببت لك يعني مشكله، انا اسف، بس انا عايز اطمن ميشو انت مالكش دعوه باي حاجه عن الموضوع بتاع سرقه التمثال ده، صح؟ الله يريح قلبك، طمنتني الحمد لله. ما انت هتروح تسرق التمثال ازاي يعني وانت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع؟ ما انا ما قلتلكش ساعتها. وبعدين يا ميشو الموج عالي قوي، لازم تلحق نفسك وتوصل للشط قبل ما تغرق. ميشو الاكل وصل يا ميشو. اهلا فطين، رمز الخير وسط العالم الشرير الدامي. دول مش عايزين يقروا يا استاذ. نررهم يا برشامه. جريه جريه يا رجاله الحاوي، مش عاوزين تقروا ليه؟
خلاص كلاب وأوفية أول سيدكم ما بتخنوش. احنا ما بنعرفش نخون يا شيكو. اتعلموا تخونوا. كيميا عمر عبد البنزينة يا كيميا. مش بنزينة بلاش. جاهز يا استاذ؟ اعمل لي بالبنزين داير داير كده ها علشان انا سقعان وعاوز اتدفى. دي سجاره ها دي سجاره حصل قطع على البنزين يولع مش بنزين واتدفى. الودائع الودائع جاهزين يا باشا للولعه اهو. الودائع يا معلم. استنى استنى يا معلم. بقول لك ايه يا بلبل؟ ما تقول له على مكان ميشو وانا هعمل نفسي ما سمعتش. طب ما تقول له انت وانا هعمل نفسي نايم. هتروحوا المكان اللي سمعتوه دلوقتي وتخلصوا عليه. مش عاوز الليله دي تعدي من غير ما اسمع خبر ميشو. تمام يا فريد بيه. اياكوا ترجعوا من غير الورق. الورق لازم يكون معاكم. طم يا باشا. اتفضلوا. تطلعوا على هناك دلوقتي تجيبوا لي الورق والفلوس ولو ما جبتوش ما ترجعوش. واجب يا استاذ. طب بونبوني وستيشن هنعمل فيهم ايه يا كبير؟ بونبوني وستيشن هيفضلوا ضيوفي ولما تيجوا نبقى نسقطهم في اي صندوق زباله. واجب واجب يا استاذ. واقفين ليه ما شاء الله؟ يلا يا فؤاد. الليله دي الليله الكبيره ليلة الحاولة الكبيرة يعني من الآن فصاحبا مفيش حاوي ومفيش أرجوز. يعني مفيش ميشو وإيفري سانكيز أوكي. بقالي ساعة بقول لكم ميشو ميشو مش هنا يا غوغات يا همج مش هنا. كان هنا وبعدين مشي بالليل وبعدين قول البناء اللي هناك دوت يسيب لوحاتي دي تسوى ملايين. وراه على فين؟ ما أعرفش. حتى انت ولا نخلص عليك؟ بقولك ما اعرفش يا عدو الانسانية. انا كنت اتمنى انه يكون هنا عشان كنت خلصت منه زيكم. طب يلا بينا يلا. ميشو 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 اطلع يا ميشو اطلع يا ميشو 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 يا ميشو. مش هو ده مش هو دوت اللي اسمه بتاع ده اسمه ايه؟ ايوه فريد الجندي. فريد الجندي مش هو دوت اللي وحدة الثراء و ايوه. وما بقيت لك الاوغاد دول احفاد جنكيز خان عشان يقتلوك ليه؟ عشان خايف مني انتيك. انا لازم اخرج. على فين؟ على فين؟ الجرح لسه ملان مش يا ميشو. كان مشوار مهم ولازم يخلصوا. ميشو يبقى مش هترجع تاني هنا ها؟ هترجع تاني؟ يا عالم انتيك. طيب خلي بالك خلي بالك بنفسك يا ميشو. خايف عليا؟ كل اللي بيحبك بيخاف عليك يا ميشو. سلام. كنت هنسى. امسك انتيك امسك الورقه دي عشان تبقى خلصت مني خالص. لا 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 يا ميشو ده معناه انك انت مش هتحتاجني تاني. انا لما احتجت لك لقيتك ومن غير ورقه. امسك. تبقى مش هترجع هنا تاني يا ميشو. سلام يا انتيك. ايه ده شكله مش موجود. مش عارف اول مره. ايه ده؟
مين اللي فتح باب الشقه القديمه كده؟ يمكن عم انس جوه ولا حاجه. لا وايه الصوت ده؟ ايه ده؟ بابا 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 ايه اللي حصل ده؟ بابا في ايه؟ بابا او كده بقى براو عليكم يا رجاله، حقنا رجع وصيتنا رجع يدوي من جديد. الحكايه دي مش هتفرح حد في الدنيا قد البص الكبير. لازم اكلمه. الو ايوه بص يا كبير. لا كل حاجة تمام. كله تمام. كل حاجة تحت ايدي والملف تحت ايدي وكل... لا يا باشا. انا هجيلك بنفسي. هجيلك بنفسي يا باشا. مع السلامة يا باشا. يا باشا كنت عاوز اقول لك حاجة كده قبل ما تقفل السكة. ابري سنكس وكده يا باشا. أنا من رأيي تبلغوا البوليس لأنه مضروب بآلة حد على راسه ولولا ستر ربنا كان راح فيها. اتفضل يا دكتور. يستريح أهم شيء ويوم بعد يوم يتغير له على الجرح. حاضر يا دكتور حاضر. متشكرين أوي أوي. ربنا يطمنكم عليه. ربنا يخليك. الحمد لله بالعوام سليم يا رب ربنا يستر. أنا من رأي الدكتور لازم نبلغ البوليس. مش لما نعرف مين اللي عمل كده الأول يا عمي. أنا عارف يا لمياء. أكيد أكيد دول عصابة اللي اسمه عنابي ولا أندرادو. الشقة جوه مقلوبة، أكيد كانوا بيدوروا على التمثال. ولأجل الحظ أنا ما كنتش موجود في الشقة. الحمد لله يا عمي إنك ما كنتش موجود، كنت هتتأذي أنت كمان. أنا على فكرة بقى رأيي من رأي عم أنس، لازم نبلغ البوليس ونقول لهم على كل حاجة. صح يا لمياء، لازم نبلغ البوليس. وطالما بقى أخويا مشو ملوش دعوة بالموضوع ده، أنا إيه اللي هيخوفني يعني؟ جاي لوحدك يعني؟ امال فين التمثال؟ مش لما نتفق الاول؟ ما احنا اتفقنا مع اخوك شريكك ولا ما بلغتش؟ اخويا ملهوش علاقه باللعبه دي كلها. الاتفاق معايا. طلباتك؟ التمثال معايا وانا اللي بدلته، وانا عارف انك عايزه عشان خسرته هتوجعك قوي، بس عشان اجيب لك التمثال الاصلي ليه طلبين مفيش غيرهم. ايه هما؟ 5 مليون دولار وتخرجني بره البلد. ايه؟ 5 مليون دولار عايزهم لوحدك؟ ده انا نفسي بعد المصاريف مش هيوصل لي 5 مليون. وبعدين اخرجك من البلد ازاي وانت وانتت؟ زي ما انت هتخرج التمثال بره البلد يا عنابي. ومالك بتتكلم بثقة قوي كده؟ مش خايف لحجزك وابلغ عنك؟ التمثال اللي انت متفق عليه اغلى بكتير قوي من انك تضحي كده بيا بسهوله. خلاص هدي لك 1,000,000. 5 مليون دولار. فكر براحتك، بكره زي دلوقتي هعدي عليك عشان ترد عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك حضره الضابط ساره موجوده؟ لا حضره الضابط ساره مش موجوده دلوقتي. يا خبر ابيض. حضره الضابط عمر كويس اني لقيت حضرتك. هو بقى ده كل اللي حصل حضرتك، من ساعه ما خدوني اليخت لحد بقى ما لقيت بابا سايح في دمه في الشقه القديمه. وانت خلاص اتعودت بعد ما المصيبه تحصل تيجي تحكي لي؟ هو ده بقى حضرتك اللي حصل، واللي حضرتك شايفه عمر بيه اعمله. المهم ان عنابي بيه خدود الحلوه وسكر والدرادو والمراه العنكبوت والراجل اللي كان بياكل العنب ده، حضرتك بقى تمسكوهم بقى كلهم كده بقى وتشنوهم. طب قوم يلا معايا. اجي معاك على فين؟ تطلع المديريه تحكي كل اللي انت قلته ده لفؤاد باشا عشان هو اللي في ايديه يساعدك. لا لا والنبي عمر بيه، بص حضرتك يعني ايه رايك حضرتك تروح له وتحكي له بقى انت كل الحكايه كده هون بقى على رواقه وانا اروح؟ لاحسن بصراحه بقى الضابط فؤاد ده عصبي حبتين وممكن ينفعل عليا. او بص انا هقعد هنا واستناك. اه
كنت عارفه ان الرساله هتوصلك وكنت عارفه انك هتيجي. ميشو انا ممكن اكون غلطت لما اسأت التعبير وقلت لك ان انا ضابط شرطه وان انت مجرد حاله، بس صدقني انا ما كنتش اقصد. زي ما انت بتغلط يا ميشو وبتلاقي الناس تسامحك لانك انسان وممكن تغلط، انا كمان غلطت ومحتاجك تسامحني لاني برضو انسان. انا كمان غلطت لما حبيتك، بس غلطتي كانت اقل بكتير قوي من غلطتك يا حضرة الضابط. ميشو على فكره انا كمان حبيتك. بس حبي ليك كان مختلف، كان حب اخ صديق، كنت سعيدة وانا شايفاك كل يوم بيتقدم قدامي. بص يا ميشو انا دلوقتي عايز اصلح غلطتي، انا مش مهم عندي اخسر الرسالة، بس المهم اني ما اخسرش اخ وصديق زيك يا ميشو. بعد ايه؟ ما خلاص عدى الوقت. لا 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 الوقت لسه ما فاتش، سلم نفسك وانا هقف جنبك ومش هسيبك. مش هينفع، وبعدين انا خلاص هسيب لكم البلد كلها وامشي، يعني مش هتعبكم معايا بعد كده. حتى لو سافرت يا ميشو مش هتستريح، هتبقى مطارد حتى من نفسك، مش هتستريح غير لما ترجع هنا بلدك اللي فيها ناسك اللي بيحبوك وعايزينك. برضه ما بقاش ينفع. ميشو ما تضطرنيش افتحل العرس معاك. سلام يا حضرة الضابط. ايه المرأة العنكبوت؟ في واحدة برضه اسمها المرأة العنكبوت. بص بقى حضرتك عصب ازاي؟ وده اللي انا قلته لحضرتك يا عمر بيه. فؤاد باشا ارجوك اهدى كده شوية علشان انا متوتر خلقة. انا هادي، انا متنيل هادي، اتكلم انت بقى. حضرتك هي اسمها جيسي، وتحس كده هون من وقفتها ان هي ممكن تطير زي المرأة العنكبوت. والله ومين بقى اللي ضربك بالبوكس في وشك؟ اسمه ايه؟ اسمه اللي يعاذ بالله الدرادو، ربنا ياخده يا رب دراعه زي المرزبة. الدرادو؟ خواجه ده؟ معرفش سيادتك، هو ساعتها ما كانش لابس برنيطه، بس هو برضه شكله مش من هنا. الراجل بقى الخواجه اللي بجد وحق حقيقي، يعني الراجل اللي كان عمال ياكل عنب ويشرب منكر، استغفر الله العظيم يا رب. وهم اكتشفوا ان التمثال الاصلي معاك انت؟ ساعة لما انا كنت بقى عامل ميشو وقابلت عنابي يا خدود الحليوة اول مرة في اليخت، ساعة لما سكر ركبني الأوضة. خلاص خلاص انا عارفها، اللي في الصالون اللي بتتحرك بسرعة دي. كده يبقى في لغز يا عمر. التمثال الاصلي مين اللي سرقه بالظبط؟ بالظبط كده. ايه ده حضرتك بتبص لي كده ليه؟ حضرتك شاكك ان انا اللي سرقت التمثال؟ ميشو اخوك. ايه؟ ميشو لا، ميشو ما يعرفش اي حاجه، ميشو ما سرقش اي تماثيل، ده انا اللي زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا اللي عامل ميشو ساعتها. امال مين بس اللي سرق التمثال؟ اكيد لما فاطين كان عامل ميشو ورفض عنابي يكلم حد تاني. ده احتمال. احتمال برضه يكون التمثال اتبدل بعد ما سرقوه. لان التحريات عندنا بتقول ان التمثال الاصلي خرج من معمل الترميم على العربيه وبعد كده حصلت الحادثه. احتمال برضه يا باشا. والاحتمال بقى اللي مؤكد اكتر من الاحتمالين دولت سعادتك، شيكو مدريد. شيكو مدريد ممكن يكون هو اللي سرق التمثال وعايز يلبسها لميشو اخويا، حكم شيكو مدريد ده قلبه اسود قوي. وانت ايه اللي مأكد لك قوي كده ان اخوك مالوش علاقه؟ هو بنفسه سعادتك النهارده الصبح لما شفته. ده انت كمان عارف المكان اللي اخوك مستخبي فيه. هو شيكو مدريد مفيش غيره، انا متاكد حضرتك. ربنا ياخدك يا رب يا شيكو مدريد، انت وسمير اسمير في يوم واحد. ايه الخلق ده يا رب؟ خلي بالك تحت عبد الوسط. انت فين يا روح؟ وحشتيني. لا انا وصلت فهمت يا فاطين؟ فهمت هتعمل ايه؟ فهمت سعادتك فهمت. وبعدين هو حضرتك بتعاملني كده ليه؟
بعملك ازاي؟ بعملك ازاي يا فاطين؟ يعني انا عايز افهم حضرتك. اولا منفعل عليا من الصبح، ثانيا عمال تنفخ دخان السجاير في وشي ولا كاني انا المتهم. فؤاد باشا ما تنساش اني انا اللي مبلغ. يا سيدي مش ناسي، والله ما ناسي ان انت اللي مبلغ، وجميلك ده فوق راسي. بس انت بقى مش عارف خطوره العصابه دي ازاي، ولا حتى عارف قيمه التمثال اللي اتسرق. انا اعترض يا فؤاد بيه. لو سمحت بقى محدش يعرف قيمه التمثال ده قدي، لاني عامل عليه بحث واخد الجايزه الاولى فيه، وكمان هيكرموني في الاحتفال السنوي في هيئه الاثار. ولو سعادتك مش مصدقني ممكن حضرتك تضرب تليفون للسيد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه وهو ياكد لك كلامي. حضرتك انا مش قليل، انا مدرس دراسات محترم. اي نعم مدرس مرفوض لكن محترم، وليا كرامتي وليا كبريائي وليا قيمتي العلميه ما بين تلاميذي. ويا ريت بقى حضرتك يا فؤاد بيه ما تاخدنيش بذنب اخويا ميشو. ايه ده طيب يا استاذ فاطين؟ خلاص يا عمر، بس يا ريت بقى يا عمر بيه حضرتك يعني تخليه بطل التدخين، لان السجاير خطر على الصحه، ولان السجاير ممنوعه اصلا من وزاره الصحه بقى ذات نفسها. يا سلام، انت تامر يا سيدي، يعني هي جت على دي؟ ادي السيجاره اللي مضايقاك. ممكن بقى تفهمني؟ عرفت هتعمل ايه؟ عرفت طبعا. طب ما تقول هتعمل ايه؟ حاضر حضرتك، يعني بتمتحن يعني كده؟ ماشي حاضر. اقول حضرتك بقى، انا اول ما اي حد من العصابه يقوم مكلمني زي سكر ده، الهي يا رب يبتليه بسكر ينخشش عظامه. الهي يا رب. بتخلص يا ابني بقى وخليك في الخطه. خلاص حاضر حاضر يا فندم. هقوم بقى ساعتها مجاريهم ومدحلبهم في الكلام، ومعاملهم بقى ان انا واد صايع ومعاهم في العصابه وكده، واقول لهم ان انا معايا التمثال، واقوم بقى محدد معاهم الميعاد. واول ما احدد معاهم الميعاد. ايوه هتعمل ايه بقى؟ ايه؟ اول ما تحدد معاهم ميعاد هتعمل ايه؟ هاجي اقول لسعادتك على طول، ما فيهاش يعني فقاقه. تيجي تبلغني على طول؟ مش تستنى بعد المصيبه ما تحصل وتيجي تبلغني؟ يا فؤاد بيه خلاص، انا هاجي لسعادتك بنفسي وهبلغك. خلاص بقى ما تشيلش مني. حاضر فهمت. ايوه يا عم انس، كان بيدور على الورق بتاع فريد الجندي اللي ميشو مصور منه نسخه ومخليها معاه، ويا ريت على كده وبس. كمان عايز فلوس المزاد بتاعته. بس الحمد لله المعلم سيد ما راحش فيها، ده كان بعت الرجاله يخلصوا عليه. ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ واكتر من كده يا عم انس. بس تعرف اللي مقطع في نفسي ان احنا بلغنا عن المكان اللي مستخبي فيه ميشو، وزمان اللي اسمه فريد الجندي لو وصل له. يعني انتوا كنتوا عارفين مكان ميشو؟ للاسف ايوه. وهو كويس؟ كويس وزي الفل، بس دلوقتي مش عارف عمل ايه بعد اللي اسمه فريد الجندي ده عارف مكانه. الله، الراجل ده عايز منه ايه؟ مش خد الورق اللي هو عايزه؟ بيدور على التمثال المسروق اللي مع ميشو. تمثال مسروق؟ انت فين يا عم سكر دايت انت كمان؟ ما انت كنت بتطلع لي كل شويه من تحت الارض، مالك شاحح ليه النهارده كده؟ يا رب يا رب يظهر سكر بقى ده عشان ادحلبه في الكلام ووقعه في شر اعماله هو والعصابه اللي معاه، عشان نخلص بقى من المصيبه دي. يا رب كفاني فخرا انك لي ربا، وكفاني عزا اني لك عبدا. يا رب انت لي كما احب، فاجعلني لك كما تحب. انصرني عليهم يا رب نصرة قوية من عندك. يا رب يظهر سكر بقى، يا رب سكر، يا رب سكر، يا رب سكر. ده ايه الغلب ده يا رب؟ يعني ميشو هو اللي سرق التمثال؟ ويا ترى يا سيد انت تعرف ولا لا؟ طب وذنبه ايه فاطين اللي عمال يحاجي عليك يا ميشو في كل حته؟ ده لو فاطين عرف ممكن يروح فيها. والعمل ايه دلوقتي؟ دبرني يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجلي. بابا عامل ايه يا عم انس دلوقتي؟ بابا كويس. ها عملت ايه؟ بلغت؟ ايوه يا عم بلغت.
ومن ساعة ما خرجت من المديرية لحد دلوقتي وانا عمال الف على رجلي ان الاقي سكر ما لقيتش، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي الكيس ده. سكر مين ده اللي انت بتدور عليه؟ سكر الزفت بتاع العصابة. وانت تروح تدور على الشر بنفسك ليه؟ مش هو ده اللي خدك ووداك للعصابة دي قبل كده؟ هو يا عمي هو، بس انا بقى اتفقت مع الضابط فؤاد ان انا جاريهم ودحلبهم في الكلام وحدد معاهم معاد علشان البوليس يروح بقى يقبض عليهم متلبسين ويشنقوهم بقى ونخلص بقى منهم. والضابط فؤاد ما جابش سيرة ميشو؟ ما شكش فيه. لا جاب سيرته طبعا يا عمي، بس انا ما سكتش ورديت بالنفي والاعتراض وقلت له ان اخويا ميشو ملهوش علاقة بالموضوع ده خالص. اسكت يا عمي، مش الضابط فؤاد دحلبني وكان هيوقعني في الكلام ويعرف مني مكان ميشو، بس الحمد لله ربنا ستر. هو انت تعرف مكان ميشو؟ ايوه يا عمي، ورحت له وشفته واطمنت عليه. وما قلتليش ليه؟ ما انا كنت هقول لك يا عمي وجاي من عنده علشان افرحك، بس بقى لقيت بابا سايح في دمه. عمي حضرتك كده شكلك متغير، في ايه؟ لا لا انا كويس قوي. طيب ادخل انا بقى اطمن على بابا. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بكيس السكر ده علشان ما ادخلش على بابا وانا ايدي فاضيه. طب يلا ادخل اطمن عليه. يا رب استر علينا، استرها علينا يا رب. ايه التسيب والهمجيه دي؟ ايه كل ده؟ كل دول بيسرقوا في الشعب؟ كل دول بيسرقوا في البلد؟ شفت بقى يا فنان، شفت البلد ماشيه ازاي؟ انا كنت متاكد ان في فساد في البلد، ان في حراميه بيسرقوا في البلد، بس ما كنتش متصور ان هم كتار كتار قوي كده. ايه ده؟ حتى المبالغ، حتى المبالغ دي هيصرفوها ازاي؟ ده لو صرفوها هم وهم واحفادهم واحفاد احفادهم مش هتخلص ولو بعد 100 سنه. بيتهيألك دول ملوك، كل واحد فيهم قاعد على كرسي كبير تحت منه عشية كبيرة قوي، علشان توصل لواحد بس منهم لازم تعدي 1000 سور وسور. يبقى الورق ده لازم تسلمه للبوليس. لا يا انتيكا، الورق ده هيبقى حماية ليا، كل ورقة من دول حارس شخصي حواليا يحميني. عايز تبقى فريد الجندي التاني؟ انا ما ينفعش اكون تاني، دي مرحلة مؤقتة لحد ما اكون انا كمان زعيم وملك. تاج الملك ما بيحموهوش من الصداع يا ميشو، وهتفضل كده عندك احساس بالخوف بالرعب من النهاية، لان اكيد اكيد هيطلع واحد تاني زيك عايز يبقى ملك. عارف يا ميشو، عارف احنا ينقصنا ايه؟ الانتماء، الانتماء للبلد دي. لو كل الناس بتحب البلد دي زي اخو فاطين ما كانش حد يقدر يقف وسطنا، كانت بلدنا دي اصبحت احسن بلد في الدنيا. ما كنتش لقيت حد بات من غير عشاء. بلدي يا انتيكا، انت بتصدق الكلام ده؟ تصبح على خير ايها الملك المتوى. Thank you.
عايزكم تقلبوا الدنيا وتجيبوه لحد هنا. عايزه حي، عاوز انا اللي اقطعه بايدي. تمام يا فريد بيه. وبعدين الناس الكبار لو عرفوا باللي حصل هبقى بالنسبه لهم كارت محروق. اول حاجه هيعملوها انهم يتخلصوا مني. لو الورق ده راح البوليس هتبقى طلبت علينا كلنا. يلا ابو السيد، يلا ابو السيد، ده انا هعمل لك اكل ايه بقى؟ هتاكل صوابع الفراعنه. بس حضرتك النهارده بسم الله ما شاء الله زي الفل. بابا هو حضرتك هتفضل باصص لي كده كتير؟ تعالى عارف حب ابوك بجد يا بابا ولا هتضرب؟ لا يا ابني خلاص، هي ورايح، مفيش ضرب، مفيش سرقه، مفيش اي حاجه وحشه كنت بعملها. تعالى بقى. يا حبيب قلبي انا حاسس انك كنت وحشني قوي. يا حبيب يا فاطمه انا هخليك يا بابا. هتسامحني يا فاطمه؟ هسامحك. مش زعلان مني يا ابني؟ يا بابا لا مش زعلان، العفو يا بابا، انا عمري ما ازعل من حضرتك. ده انا بالعكس على فكره، انا فرحان بحضرتك قوي، فخور بيك قوي. لا يا ابني انا اللي فخور بيك، والله فخور بيك، ويا ريت تسامحني على كل حاجه عملتها معاك. طبعا نسامحك يا بابا، وهو الاب ليه ايه عند ابنه حبيبه غير انه يسامحه ويشوف مصالحه ويرعيه؟ عارف يا ابني انا حاسس كاني بشوفك لاول مره. انا حسيت دلوقتي بس ان انا مخلف توأم. عشان حضرتك تعرف وتحس قد ايه حضرتك كنت قاسي عليا وظالمني وبتيجي عليا. فاكر؟ فاكر سميره سمير بتزق بسرعه كانت بتعمل ايه فيا قدامك؟ بس مش مشكله بقى، المسامح كريم. بابا والنبي متعيط بقى، اصل عيط انا كمان. بابا والنبي خلاص خلاص يا ابني، مفيش حاجه. قول لي يا فاطين، انت عامل لنا اكل ايه النهارده؟ يا بابا عامل لحضرتك بقى اكل ايه يستاهل بقك. بص بقى يا سيدي، هنوسع بقى للاطباق اللي جايه. اطباق يا بابا ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. استنى انا جاي، بس عايزك تاكلهم كلهم لوحدك يا بابا. اتفضل، ادي يا بابا البصاره، وادي الفول، وادي الطعميه. صارة وفول وطعمية. جرأة يا ابو السيد، انت كنت لسه دلوقتي حساس ومرها في المشاعر وكنت لسه بتعيط من ثانية. وانا قلت حاجة يا ابني، حتى الفول شكله حلو قوي. فاطين ده انا اخترت فيه، يا اما ساذج جدا، يا اما مثالي زيادة عن اللازم، يا اما ذكي بقى وعايش الكاركتر ده على الناس، وتلاقيه في الاصل مشارك اخوه. لا يا فؤاد، فاطين حقيقي صادق وما بيكذبش، بس انت عشان ما تعرفوش كويس، لكن هو مهذب جدا ومثقف جدا وبيحب بلده جدا جدا. بس بعد الكلام اللي سمعته منه في احساس جوايا بيقول لي ان ميشو ورا موضوع سرقه التمثال، بس مفيش دليل واحد ضده. في لغز، لغز لو وصلت له القضيه كلها تتحل قدامي. لغز ايه؟ الراجل اللي اسمه النبي ده، من كلام فاطين لما كان عامل ميشو النبي عرض عليه سرقه التمثال. مظبوط؟ مظبوط. لما فاطين رفض النبي كلم الدراد ورجالته عشان هما اللي يسرقوا التمثال. مظبوط؟ مظبوط. والتمثال الاصلي دخل عربيه نقل الاثار واتحركت بيه. تمام؟ تمام. هجمت عصابه الدرادو على العربيه وموتوا الحراسه وسرقوا التمثال. ولما اتحركوا من مكان الحادث وصلوا للمكان اللي كانوا مستخبيين فيه فتحوا لقوا التمثال. بس تمثال مزيف. ده حسب كلام الاستاذ فطين. بالعقل بقى. بالعقل. التمثال الاصلي بدل امتى وفين؟ قصدك جوه العربية نفسها؟ ده احتمال. طب والاحتمال التاني؟ يكون الدرادو طمع في التمثال لنفسه وهو اللي بدله وعمل الفيلم ده قدام النبي. مظبوط، وده احتمال اوقع من الاول، لان في الاحتمال الاول الشخص اللي هيكون جوه العربية لازم هيبان، الا اذا كان لابس طاقية لخفة او مجهز العملية من بدري وعامل لنفسه مكان يستخبى فيه. بس ده برضه احتمال بعيد،
ومين اللي هيجي في دماغه يخطط بالشكل ده؟ احلى كوبايه شاي بالنعناع في الدنيا لاحلى بابا في الدنيا. شكر قوي يا حبيبي. اتفضل يا بابا. شكرا. تسلم ايدك. تسلم لي يا رب. بصراحة ربنا انت مدلعني على الاخر النهاردة. يا بابا يعني هو الاب ليه ايه عند ابنه غير انه يدلعه ويفسحه؟ انا بابا انا عمري ما افتكر ولو حتى مرة واحدة حضرتك يعني دلعتني فيها. وبعدين بقى هو انت كل ما هتعمل لي حاجة هتقطمني؟ خلاص يا عم خلاص خلاص ما تزعلش. انا بناقص كوبايه الشاي. لا لا يا بابا مش عاوزها يا سيدي. انا بهزر والله بهزر ابو السيد. استنى هروح افتح الباب واجي لك. انا بهزر يا سيد يا بابا يا قمر يا جميل. نانيا حبيبتي ايه المفاجاه الجميله دي؟ ازيك يا لطيف؟ الحمد لله. ايه ايه ولا حاجه معايا مفاجاه. دودي 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 حبيبي 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 وحشتني وحشتني وحشتني. انت اكتر يا فطين يا حبيبي. طب بقول لك ايه يا فطين، انا هستناك عند عمي انس تحت بقى ابقى حصلني. لا لا تعالي يا لمياء يا بنتي. ايه ده؟ ابوك ماله؟ تعالي يا لمياء، ده بابا اتغير خالص يا راجل. ايوه تعالي ادخلي. تعالي. اهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا بنتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. دودي اهلا يا دودو يا حبيبي. ازيك؟ ازي حضرتك يا انكل سيد؟ الحمد لله. يلا بقى يا لمياء شدوا حيلكم عشان نوضب لكم الشقه القديمه تتجوزوا فيها. ايه ده؟ بجد يا عمي؟ بجد يا عمي؟ قصدي بجد يا بابا؟ هو انا يعني بهزر معاك طبعا، ولو عاوزني ابدا التوضيب من بكره انا ما عنديش مانع. الله الله ربنا يخليك لينا يا رب يا بابا. الف مبروك يا لمياء. ايه الحنيه الجميله دي؟ كانت فين من زمان الحنيه دي يا بابا؟ تاني؟ لا تاني تنظيم؟ لا ده انا بهزر. تاني بهزر يا بابا. لا بهزر بهزر يا بابا. ماشي اقعد بقى اشرب الشاي مع لمياء ودودي وانا هنزل لعمك انس علشان عاوزه. على اذنكم. اتفضل يا عم. يا دودي انت وشك حلو. وش قمر؟ الف مبروك الف مبروك الف مبروك. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا دودي؟ انت وحشتني قوي والمدرسه كمان وحشتني. المدرسه عامله ايه من غيري؟ ايه ده؟ هو دودي بس هو اللي وحشك؟ لا يا لمياء، دودي والمدرسه هما الاثنين بس هما اللي وحشوك. لا يا لمياء بس مش وحده. ماشي خلاص اما نبقى لوحدنا بقى قول لي بقى. ما قلتليش عمي ايه اللي غيره بالشكل ده؟ الحب يا لمياء، الحب الطاهر النقي لما ترعرع وتغلغل جوه قلب بابا ابتدى يشوف كل حاجه كانت قدامه بس بشكل تاني. ايوه يا لمياء، انا حاسس ان بابا كان مسافر سفريه طويله ولسه راجع منها النهارده بس. ياه انا وحشني حضن بابا قوي قوي يا لمياء. فعلا كما قال الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، فقد الاحبه وغربه. انا غلطت في حقك كتير يا انس، وعارف ان ياما ظلمتك انت وفاطين ابني، بس ربنا خد حقكم مني. انس انا جيلك لحد عندك عشان تسامحني على كل اللي عملته معاك. انا اصلي غلط وربنا غلط. انا كنت فاكر ان انا اقدر اشتري السعاده بالفلوس، عشان كده قعدت طول المده اللي فاتت دي افكر ازاي اجمع الفلوس دي، مع ان السعاده قدام عينيا بس انا ما كنتش شايفها. انا المره دي يا انس نويت اتوب من قلبي. انا عارف ان ذنوبي كتير كتير قوي، بس انت قلت لي ان ربنا رحمته واسعه وهيسامحني، مش كده يا انس؟ انا صليت ودعيت لربنا وانا ساجد انه يسامحني.
أنس أنا هوضب الشقة القديمة عشان فاطين ابني يتجوز فيها، وشقتك أنت أنس هتفضل زي ما هي. أنا خلاص مش عاوز أي مشاريع تانية، كفاية عليا محل الورد أشتغل فيه بالحلال. أنس مش عاوز تسامحني برضه؟ عندك حق، الأصل اللي عملته معاك مش شوية، بس برضه أنا عارف إن طول عمرك قلبك أبيض ومتسامح يا أنس. طيب أنا حابش يا أنس، سيد أنس حبيبي يا أخي، سامحتني يا أنس. يعني الأخ لي إيه قد أخوه اللي يسامحه طبطب عليه يقف جنبه؟ بعدين أنت خلاص بقى، ما دام رجعت للحق يبقى لازم كل شيء يتغير والحق يرجع لصحابه. وأنا معاك في كل اللي هتقول عليه يا أنس، صدقني كل اللي هتقول عليه ماشي. ايه يا لمياء، انا مبسوط وفرحان بكم الرسائل اللي مبعوتها لي على الجروب اللي انت عملته لي يا دودي. عشان تعرف بس يا مستر فطين ان المدرسه كلها بتحبك. الحمد لله الحمد لله، عرفت والله الحمد لله، والحمد لله كمان ان انا اترفدت، علشان يعني ما كنتش هعرف الحب اللي انتوا بتحبوا لي ده قد ايه يعني. طب اسمع بقى، احنا عايزين نحتفل بالشقه اللي ادهالنا باباك، يلا بقى. حاضر حاضر عينيا، بس انت اللي هتعزميني علشان انا دلوقتي الحمد لله بقيت مرفوض يعني. خلاص ممكن بقى توقف لنا تاكسي؟ تاكسي فين دلوقتي؟ بس انت اللي هتدفعي بقى عشان انا اترفدت معاكي. قلنا لك خلاص بقى شوف تاكسي. اهلا اهلا سكر بيه، مساء الفل. فينك يا راجل؟ بقالك يومين محدش شايفك ومختفي. ازيك يا باشمهندسه جيسي؟ اركب عشان عايزك. حاضر، بس هركب الاول لمياء خطيبتي ودودي، وبعد كده هاجي اركب معاك علشان انا اللي عايزك يا سكر. لا انا عايز اركب العربيه دي. لا يا لمياء. لمياء يا حبيبتي، انا هروح انا اركب معاهم علشان ادحلبهم في الكلام واوقعهم في شر اعمالهم، وبعد كده هبقى اكلمك بقى وتعزميني. مش انت عزماني النهارده؟ بقول لك ايه يا فاطين، انا عايزه اتفرج على العربيه من جوه واشوف هي عامله ازاي. هتشوفي ايه يعني مع عربيه يا لمياء؟ هتكون طياره يعني؟ هتركبني ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر، عايزه تصوري كمان جوه؟ أيوة. هصورك يا اختي. اتفضل يا دودي اتفضل. مش عارف انا دماغك الناشفه دي يا دودي. نعم. لا ما فيش، اتفضلي شوف اخرتها معاكو. اطلع شوي. على فين بقى يا سكر بيه بعد ما نوصل لمياء خطيبتي ودودي ان شاء الله؟ لما نوصل هتعرف. طب وليه جو العصابات ده؟ ما احنا حلوين مع بعض. يا لمياء ما تلعبيش في العربيه، تلعبيش في العربيه قدام الاجانب. ايه ده لمياء؟ يا دودي الله يخرب بيتك يا شيسي، الله يخرب بيتك. يا لمياء انت عملت فيهم ايه يا لمياء؟ ما تخافش، نايمتهم عشان نعرف انت فاهم. هما مالهمش دعوه باللي ما بيننا، وبعدين بقى حضرتك مفيش بقى تفاهم غير لما نصحيهم ونوصلهم كمان. يا لمياء يا دودي. طب وكده يبقى في تفاهم؟ بقول لك ايه يا سكر، ولو انا ما بتهددش، انت عارف كده من زمان ياما. بقول لك وقف العربيه دي. شغب شطب ايه حضرتك؟ انا بكلم الاستاذ سكر مش بكلمك انت. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. لمياء لمياء. محدش يمد ايده علينا، انا بقول اهو بطل لماضه. عشان معاكم مسدسات يعني مستهويين؟ عجبك عجبك يا لمياء؟ عايزة تتفرج على العربية من جوه، ادينا اتفرجنا عليها يا اختي من جوه ومن بره، شفت ايه اللي حصل؟ خلاص بقى يا فاطين الله، وانا شعرفني يعني هما كانوا هيخطفوك. يبقى تسكتي خالص يا لمياء، تسكتي
خالص بقى وتسيبيني انا فطين يتصرف. هما مين دول يا فطين؟ دول يا دودي عصابة، عصابة كبيرة قوي، اشرار يا ابني، اشرار ممكن. فطين فطين اتحشرت يا دول عصابة يا ابني، ممكن يقتلوا اي حد في اي لحظة ايا كانت. بس ما تخافش ما تخافش يا دودي، خليني بقى كده اقعد افكر هم عملوا كده ليه. فاطين تفتكر هم ممكن يموتونا؟ انبوري انبوري بقى يا لمياء، اقعدي فولي عليا كده بقى، ما انت مش هتستريحي غير لما اخد لي طلقتين في الافوخ. معلش انا عليك يا فاطين، انا مش قصدي والله. يبقى تسكتي بقى خالص يا لمياء، بصي من هنا ورايح انت تخرسي خالص. حاضر. تخرسي خالص يا لمياء، خلي فاطين بس هو اللي يتصرف. حاضر انا اسف. دول عصابه كبيره وممكن يتدبحونا. خليني بقى قاعد افكر كده ومخمخ ازاي اطلعكم من المصيبه اللي انتوا فيها دي. بقول لك ايه يا استاذ عناب يا خدود الحليوه، انت اللي حصل ده عيب وغلط وما يصحش، ده مش شغل عصابات كبيره محترمه بتشتغل بما يرضي الله وليها مبادئ. قلت لك قبل كده وحذرتك انك لو طلعت بتكذب هقطعك، هقطعك حتت صغيره قوي. حصل؟ بقولك ايه يا استاذ الدرادو، انت والنبي نقضنا بوسكاتك وما تقاطعنيش بقى في الكلام علشان لسه ما خلصتش كلامي مع الاستاذ عنابي. انا بقى مش عايزك تتكلم. قارني انت يا عم، كل شويه تقعد تضرب بقى ولا ايه بقى؟ انت استحليت يا عم الدرادو؟ لا بقولك ايه، ما تستقلش بيا، انا مدرس دراسات ومرفوض، يعني توقع مني اي شيء. انت اخوك التمثال يكون هنا قبل بكره الظهر. اشمعنى يعني قبل بكره الظهر؟ هتصلي وهتنام؟ اه يا بابا ما تقول حاجه عم الحاج بقى. تعال ايه ده؟ لو خايف على حبايبك اللي فوق تروح تجيب التمثال وتيجي باسرع ما يمكن، لو مش خايف دي حاجه تانيه بقى، وبرضه هناخد التمثال. محدش يقرب منهم، انا بقول لحضرتك اهو، ده ما كانش اتفاقنا يا عنابي بيه. انا بحذركم كلكم ان حد يمس شعره واحده بس منهم طول ما انا عايش على وش الدنيا، فاهم ولا لا؟ خليك عندك يا الدراد. غصب عني انا الخط من سكتي، بس اخوك ميشو هو السبب لما جاني في اليخت وقال لي عايز 5 مليون، انا كنت حديله مليون بس هو طمع، والطمع يقل ما جمع. اخويا ميشو